السلام عليكم ومرحبا فيكم في مراجعة رقم 2، مراجعة لعبة جورني. لعبة جورني هي آخر لعبة لعبتها وتعتبر أول لعبة لعبتها في بداية سنة 2024. سمعت عن اللعبة كثير قبل لا ألعبها، سمعت أن اللعبة إندي، اللعبة قصيرة، بس أنا فكرت أن اللعبة كانت 2D مو 3D. نبدي ونقول أن اللعبة كانت جدا جميلة، جدا رايقة وقصيرة، ما أخذت أكثر من ساعتين عشان تخلص اللعبة. والآن بقول وإيش عجبني في اللعبة. بداية اللعبة فيها آرت ستايل جميل، مرة مريح ومرة رايق. طبعا أنت تبدي في منطقة صحراء، الآرت جميل بس جميل، هذا اللي أقدر أقوله، ما أقدر أقول أكثر من كده، وهذا اللي قال. ثانيا اللعب في اللعبة بسيط، يعتبر بلاتفورمين بس بلاتفورمين بسيط. كل ما تتقدم في اللعبة عندك لفاف يطول، كل ما حصلت شيء تقدر لفاف يطول، هذا اللفاف يخليك تقدر تطير شوي لمدة قصيرة في اللعبة. طبعا الموسيقى في اللعبة موسيقى هادية جميلة وهادية مروقة. قصة اللعبة باختصار اللي فهمت أنا أنك أنت رحالة وعندك هدف، أنك أول ما تبدأ اللعبة تشوف قمة جبل، وهذا هدف الرحلة اللي هي جورني معنى اللعبة، أنك توصل للجبل. طبعا اللعبة قصيرة مرة، خفيفة يعني. أنا عرفت أنها قصيرة فاستمتعت بها ولعبتها مرتين. في شيء حلو في اللعبة، وانت تلعب احتمال انك تشوف لاعبين ثانيين في اللعبة. في اللعبة الثانية انا بعد ما ختمت اللعبة ولعبتها مرة ثانية، شفت شخص وكملت اللعبة كامل وياه من البداية للنهاية، لعبتها وياه ودلاني كل مكان، كل الاشياء اللي اقدر احصلها واخدها. وبس صراحة اقيم اللعبة 8.5 الى 9/10. اللعبة مرة جميلة، مرة مروقة وهادية. وانت لا تعرف ان اللعبة صراحة، انا في الفترة الاخيرة كنت ملان او مستمل من الالعاب الطويلة، فاللعبة قصيرة كده تاخدها تخلصها في من حتى ما تجي ساعتين، فمو اقصد قصيرة، فهي قصيرة اللعبة، فشي تروق عليه تلعبها بسهولة. وطبعا باذن الله اللعبة الجاية اللي بلعبها بعد جورني او اللعبة الثانية في سنة 24 اللي هي بلايك روكيوم، بلايك تايل روكيوم، حصلت توها نازلة في البلاي ستيشن بلس، فان شاء الله ألعبها قبل ينتهي شهر 1. أنزل مراجعة خفيفة صغيرة للعبة. وإذا عجبكم الفيديو وتبغوني أسوي مراجعات أكثر، لا تنسوا الاشتراك وتحطوا لايك، وان شاء الله أشوفكم في مقطع جديد.